للمرة الرابعة تحاول قوات الاحتلال اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف باستهداف منزل عائلة الدلو بمدينة غزة وتدميره بالكامل، أين استأجرت زوجة الضيف وداد وطفلها الرضيع علي إحدى الشقق السكنية. 24 ساعة هدنة عشان يكون في هدف سهل لمحمد الضيف، عشان بنتي تستشهد، عشان بنتي وأولادها في حضنها يستشهدوا بأي حق؟ هذا بأي حق وأي قانون؟ أي قانون دولي بحق هذا الحق القانون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل على المتآمرين، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من تآمر على هذا الشعب المظلوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، اللهم إنا مقهورون فاشف صدورنا. الاحتلال اختار استهداف المنزل وقتل 6 مواطنين وإصابة العشرات ليلة أمس خلال هدنة اليوم الواحد التي طلبها الوسيط المصري لإنقاذ المفاوضات من الفشل، وبعد إطلاق 3 صواريخ مجهولة الهوية من قطاع غزة. هذه دار مدنية، وهي انتم بتصوروا بتشوفوا عدوا اللي بيطلعوا النسوان ولو فيش مقاومين بالمرة، ايش بتدعي اسرائيل؟ مش سدن، مش اطفال ونسوان، بعدين مش داري بس انا لحالي، يعني الشجاية بتشهد، إخزاعة بتشهد، بنضربوا اليهود على الحدود بيجوا في شغلهم في النسوان وفي الأطفال. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، أولادنا واللي استشهدوا لنا في الجنة وإحنا مع المقاومة قلبا وقالب. عملية اغتيال الضيف وما تلاها من غارات مكثفة يرى البعض أنها محاولة إسرائيلية لإنهاء الحرب بنصر معنوي، على غرار اغتيال وزير داخلية حماس السابق سعيد الصيام في الحرب الأولى، فيما يعتقد البعض أنها بداية مرحلة جديدة من العدوان كما حدث إبان اغتيال قائد القسام أحمد الجعبري خلال الحرب الماضية. الاحتلال الإسرائيلي خرق التهدئة واستهدف عدد من العوائل مثل عائلة اللوح والدلو وقتل زوجة وابن القائد القسام محمد ضيف. الاحتلال يتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد وهذا اللعب بالنار، الاحتلال سيدفع ثمنه. حركة حماس تؤكد نجاة قائدها العسكري، والمقاومة الفلسطينية أعلنت أن خياراتها مفتوحة أمام استمرار العدوان ومواصلة التعنت الإسرائيلي. والشهيدة الله يرحمها كلنا حنموت، كلنا على الطريق، إنا لله وإنا إليه راجعون. مدام كلنا 200 في الأخير نموت ونحرر وطننا وأولادنا يعيشوا بكرامتهم أفضل. تدمير الاحتلال منزل عائلة الدلو على رؤوس المدنيين من الأطفال والنساء هو تدشين لمرحلة جديدة عنوانها الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وفرض شروط الاحتلال على المقاومة الفلسطينية. لقناة الشروق الجزائرية عامر أبو شباب من أمام منزل عائلة الدلو بمدينة غزة.